أعزائي المشاهدين، مساء الخير، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة أسرة مصرية جديدة وبيت العيلة. بنتعرف في كل حلقة على أسرة مصرية، بنتعرف على أفرادها، بنقرب منهم وبنتعرف على دور كل واحد في المجتمع إيه. الحوار ممتد والمجال مفتوح، والأسر المصرية اللي بتساهم في بناء أمجاد هذا الوطن لا تنتهي، فتابعونا. ضيوفنا اليوم ينتمون لوحدة من أعرق العائلات العربية على الإطلاق، إنها عائلة أباظة، أو كما يطلق عليهم الأباظية، عائلة تتباهى بكونها أكثر عائلة مصرية نال أفرادها لقب البشوية منذ عصر الدولة العثمانية. ينتشر أفرادها في شتى ربوع مصر انطلاقا من محافظة الشرقية، المحافظة الأم، وضعت بصمتها على تاريخ مصر والعالم في شتى المجالات بأبناء تتباهى بهم الشمس. فمن الأديب ثروة أباظة إلى العسكري وجيه أباظة أحد الضباط الأحرار، وحتى الوزراء السابقين ماهر أباظة وأمين أباظة وغيرهم الكثيرين. تعلقت قلوب المتابعين في شتى أنحاء الوطن العربي بأدوار نجم السينما الابن الأكثر شهرة للعائلة، النجم رشدي أباظة. بدأ حياته الفنية مع المخرج الكبير هنري بركات بدور صغير في فيلم المليونيرة الصغيرة من إنتاج العام 48، لتتوالى بعدها الأدوار الناجحة. ومن أهم أعماله امرأة على الطريق، الرجل الثاني، صراع في النيل، في بيتنا رجل، الزوجة 13، وغيرها الكثير من الأدوار الناجحة. وسرعان ما يتبع رشدي أباظة نجما آخر من أبناء العائلة يخوض المجال الفني نفسه، هو الفنان فكري أباظة. الأباظية عائلة ساهمت وتساهم في الارتقاء بوجه الوطن. مشاهدينا، أهلا بيكم معانا في حلقة جديدة من بيت العيلة، أسرة مصرية جديدة. والمرة دي معانا أسرة من أعرق الأسر، مش في مصر فقط ولكن في العالم العربي. مش بنبالغ لما بنقول إن أبناء هذه الأسرة تركوا بصماتهم على تاريخ الوطن بمختلف مجالاته، بمعنى إن أبنائها كان في منهم البارز في مجال السياسة، أنجبت أطباء، أنجبت مهندسين سياسيين، أدباء، فنانين. معانا أسرة بتميزها حاجات كتير جدا، الأسرة الأباظية. معانا الأستاذة منيرة أباظة، أهلا بيكي. أهلا. ومعانا أيضا الأستاذ الزميل المخرج الأستاذ طاهر أباظة، أهلا بيك. أهلا بحضرتك. وانتوا تقربوا لبعض كمان، يعني هم أسرة واحدة طبعا، يعني حضرتك عمته. طبعا. والأسرة الأباظية بصراحة يعني هي عايزة دراسة، يعني أسرة بعدد أفرادها دول كلهم قدرت أنها تحافظ على كيانها، تحافظ على تماسكها، بيتواصل أجيالها بينهم بين بعض تواصل جيد. أسرة ليها مكونات لما هنسمع وتفاصيل، بس خلوني أقول في البداية أن الأستاذة منيرة أباظة بالإضافة لأنها سيدة ناجحة في مجال عملها وبتعمل حتى الآن في مجال السياحة والتسويق، هي أخت الفنان رشدي أباظة، واحدة من أشقاء خمسة، هو للفنان رشدي أباظة من الأشقاء خمسة.
حضرتك اخته شقيقته أيوة. الفنان رشدي اباظه. أيوة. ورشدي اباظه عندنا حاجه غاليه قوي، فانا لازم اذكر ده في البدايه ان حضرتك عندنا كلنا رشدي اباظه عند الناس كلها لحد دلوقتي. طبعا اكيد. أيوة. وانا بعتبر ان كنز الصور اللي حضرتك وريتيها لي والمشاهدين المفروض برضو هيشوفوها معانا او شافوها، انا بعتبرها كنز يعني. انا عندي سؤال تقليدي دايما ببدا بيه الحلقه، بحب اعرف الاصل وارجع لتكوين الاسره نفسها، وهسمعكم انتوا الاثنين استاذ طاهر والاستاذه منيره. بس في الاول تقدمي نفسك بطريقه مفصله اكتر بمجال عملك. انا منيره اباظه، بشتغل من زمن كبير في السياحه وما زلت بشتغل، يعني لانه انا ما مش متخيله ان انا ممكن اقعد في البيت. الشغل طبعا بيدي للواحد طاقة إيجابية، بيخلي الواحد بيحس إن هو موجود، ودي بالنسبة لي مش متخيلة ممكن أقعد في البيت. يعني بحس إن بمجرد ما بخرج من بيتي بحس إنه أنا كأنه خدت روح جديدة. فأنا ما زلت بشتغل، وبشتغل دلوقتي في شركة سياحة. أنا من زمان بشتغل في السياحة، بس كنت بشتغل تور ليدر في شركة السياحة، وبعدين سافرت لفترة برة، قعدت مدة كبيرة برة. لما رجعت حنيت للسياحة تاني، فرجعت اشتغلت تاني في السياحة، اشتغلت مدير التسويق في شركة سياحة. أيوة. وما زلت بشتغل لحد دلوقتي، والشغل طبعا بالنسبة لي حياتي يعني. أيوة. احنا معانا زميل بقى، يعني غير انه من عيلة الأباظية، هو زميل عزيز مخرج قديم رائع استاذ طاهر اباظه. اتفضل برضو معلومات اكتر عنك عشان المشاهدين يتعرفوا حضرتك اكتر. انا طاهر اباظه، بتشرف اني بشتغل في الاعلام المصري في القناه الفضائيه المصريه. انا مخرج في الفضائيه من سنه 95. ومن اهم الحاجات اللي عملتها اني عملت اول برنامج على مستوى الفضائيات العربيه كلها، برنامج ديني مباشر، ان بيكلموا الشيخ عن طريق التليفون. وكان من الشرف ان كان ضيفنا الدكتور عبد الله شحاته، كان برنامج دنيا ودين. الله، برنامج معروف طبعا. الله يرحمه ويحسن اليه. وبعد كده جه معانا الدكتور علي جمعه، مفتي الجمهوريه السابق. وبعد كده كان فضيله الشيخ محمود عاشور. وعملت بقى برامج ديكومنتري وبرامج فنيه وعدد من البرامج على الفضائيه المصريه. ايوه. نرجع لسؤالنا برضو اللي انتوا هتجاوب عليه انتوا الاثنين، ان انا اعرف اصل الأباظية خالص، ايه موضوع الأباظية ومن العائلات اللي اسمها معروف، وفعلا مش ببالغ لما نقول انجبت ابناء في مختلف المجالات ناجحين. وبعدين في أباظية في مصر، في أباظية في سوريا، وفي أباظية في لبنان، وفي أباظية في الاردن، وقصه كده متشعبه مش فاهمه اصلها، عايز اعرف اصلها. احنا اساسا الأباظية من ابخازيا. أبخازيا. أبخازيا. وما زال لحد دلوقتي لينا أباظية، وجم عملوا زيارات هنا في مصر وقريب ومن قريب يعني. ويعني عارفة إن هم حاولوا يعني جم عشان يتعرفوا علينا، يتعرفوا على العيلة الأباظية، وجم وتعرفنا عليهم. وناس الحقيقة يعني طبعا بالنسبة لهم كانت لما جم وشافوا إنه يعني كمالة العيلة بتاعتهم بالحجم ده، هو فالحق احنا منتشرين في العالم كله. واساسا أباظة يعني اللي هي كلمة أباظة دي ست كانت اسمها أباظة، هي الست اللي عملت العيلة الأباظية كلها، هي اسمها فعلا أباظة، فهي عملت الأسرة الأباظية كلها اللي هم تفرعوا بقى في سوريا وفي لبنان وزي ما حضرتك قلت في الأردن وفي العالم كله. أيوة. عندك برضو حضرتك اصل الاسره. هو فعلا الأباظية زي ما منيره قالت ان احنا بنحدد من أباظة اللي هي اتجوزت الشيخ محمد العايدي، الاب عربي، الام من ابخازيا. ويقال ان الأباظية كانوا فرسان اشداء، فجم مع بيبرس في نهايه يعني في نهايه الدوله المملوكيه في موقعة عين جالوت، واستقروا في مصر، واتجوز محمد العايدي واحدة منهم اللي هي أباظة، وانحدر منها العيلة. ف
كانوا بينسبوا اولادها او اولاد محمد العادي، فنسبوها لمامتهم اباظه علشان كان متزوج اكتر من واحده، متزوج أكتر عشان من يكونوا واحدة. مميزين فنسبوها نسبوا اولادها الاباظه. أيوة. وكان اول واحد لقب بلقب اباظه كان الشيخ حسن العادي اباظه، والحضر منه بقى العيلة الأباظية. عندكم طبعا صور دي صعبة لأباظة السيدة اللي انحضر منها كل الناس ده؟ مفيش طبعا. لا صعب يعني. لا دي صعبة. طيب لكن في التاريخ نفسه في حسن، في حسن أباظة. أيوة. صورة حسن أباظة. حسن أباظة نفسه. ما هو برضو الأصل يعني. بالإضافة إن أنا قدمت الأستاذ طاهر أباظة إنه زميل وإنه من عائلة الأباظية، وإنه أستاذة منيرة شقيقة رشدي أباظة تبقى عمته، هو والدته والدة طاهر أباظة اللي معانا وبيتشرفنا النهاردة كانت زوجة للفنان رشدي أباظة، وكان عمرك حوالي 8 سنين كده يعني فاكر. طبعا. طيب عايزة أبدأ بيك وبعدين أروح للأستاذة منيرة، ذكريات عن رشدي أباظة في البداية، لأنه كلنا بنحب نسمع عن رشدي أباظة. هو في البداية عم رشدي الله يرحمه كان مع والدي علاقة خاصة جدا مع بعض، لأن هما تقريبا في سن واحد، فكانوا متربيين مع بعض من صغرهم. فحصل بعد وفاة والدي إن والدي توفى قبل ما تولد بشهر. قبل ما تتولد بشهر. كان حتى المرحوم رشدي أباظة بيصور فيلم أعظم طفل في العالم في لبنان، حصلت مشاكل في التصوير بسبب وفاة والدي يعني. فلما رجع مصر وكده هوت، وبعد انفصاله مع المرحومة سامية جمال تزوج والدتي، فأنا وعيت عليه في طفولتي. فقد إيه كان يعني كان انت بتقولي كان بيجيب لك لعب كتير. خصوصا المسدسات والبنادق، هو كان بيحب الأسلحة قوي وكان بيلعب معاه يعني أنا أتذكر مرة كان هو بينزل في بنسيون في حلوان، فكنت بروح أقضي معاه أيام هناك وكده، فكنا ننزل في الجنينة نلعب كورة مع بعض ويشوط لي الكورة وأشوط له الكورة. فاكر الصور دي؟ طبعا. وفاكر كمان بمناسبة الكورة، طبعا احنا الأباظية معظمنا أهلاوية، فلما عرفت إن عم رشدي زملكاوي. أيوة دي الوحيد. العائلة الأباظية الزملكاوي الوحيد في العيلة اللي أنت شايفاها دي كلها. يا خبر. فازاي زملك ازاي، وكان ماتش الاهلي ولا بتاع، وقعد يعاكسني بقى يقول لي الاهلي ما اعرفش عمل ايه والاهلي اتغلب وبتاع، يعني حضرتك زملكاوي؟ لا انا عاوز امشي. لا مش عارف. لا والله انا بحب الاهلي والزمالك بقى، بحبهم. ليه اصحاب هنا وليه اصحاب هنا؟ طب لما الاهلي والزمالك لعبوا بعض بتشجع مين؟ قال لي بقفل التلفزيون خالص، ما بتفرجش على التلفزيون عشان ما يزعلش حد. فطبعا يعني كان يمتاز بانه حنان حنين خلوق جدا يعني معايا. انا كنت يعني اتحرمت من حنان ابويا، فلقيت قد ايه حنان منه ما حصلش يعني معلش استمرت الزيجه قد ايه؟ سنه تقريبا او حاجه كده. هو اصل زوجات رشدي أباظة المعروفين طبعا اعلاميا ويعني ودايما بيلقى الضوء عليهم لانهم فنانات، كانت تحيه كاريوكا، ساميه جمال، حتى زوجته القصيره بصباح يعني برضو اشتهرت جدا يعني. لكن غير كده بيبقى يعني مش حاضر. لا انت طبعا ذكرياتك اكتر بكتير من الاستاذ طبعاً. يعني بس على فكره يعني منيره كانت المفضله عن عمرو رشدي، يعني كانت صاحبته مش بس اخته، صديقته كمان. كان علاقه يعني كانت علاقه قويه. نسمع بقى منك. يعني هو عارفه كان صاحبي يعني اكتر ما كان هو اخويا، طبعا في فرق بيننا وبينه في السن، بس لما كبرنا انت عارفه السن لما بنكبر كلنا خلاص العمر ده ما بيبقاش بقى بنقول ده فرق بيني وبينه كام سنه، خلاص بنبقى كلنا كاننا في سن واحد. ففعلا كان رشدي صاحبي قوي قوي، يعني كان مثلا لما يجي يقضي معانا يوم، بالنسبة لنا اليوم اللي يجي يقضي معانا ده كان بيبقى يوم جميل في الوقت اللي هو ما عندوش شغل. بس طبعا كان بيعذبنا في حاجة، انه كان لازم يخش يعمل لنا مكرونة طلياني.
يعني واضح انها ما كانتش حلوه قوي. واضح كده. وانتوا كنتوا طبعا تقولوا الله. نقول الله ما نقدرش، احنا نقدر نقول مش الله، ده احنا نلبس المكرونه في راسنا. طبعا بعد ما يعمل المكرونه ده، هو طبعا مطبخ كان بيبقى فيه حرب، يعني المطبخ متدمر يعني. أيوة. وغصب عننا هناكل مكرونه، بس هو كان شاطر، كان يعمل مكرونه طلياني مظبوطه يعني. ده حقيقي؟ لا حقيقي. ويحب يدخل ويعمل بايديه اليوم فعلا، بيبقى عنده مفيش شغل وهيجي يقضي معانا اليوم ده، اليوم ده احنا عارفين ان احنا هناكل المكرونه اللي هيعملها لنا. لا وكان شاطر فيها، كان أيوة. شاطر فيها، كان متعلمها من مامته بقى، من مامته طليانيه. والشخصيه اللي احنا بنشوفها على الشاشه، الشخصيه اللي دمها خفيف المنطلقه، الشخصيه دي قريبه من شخصيته الحقيقيه؟ هو رشدي. هو رشدي لعلمك. لعلمك رشدي يعني انا دايما اقول رشدي عمره ما كان يعني ممثل، هو كان فنان، بس هو رشدي اللي احنا بنشوفه في حياتنا هو اللي بيطلع على اللي بيطلع ورا الكاميرا. رشدي هو ده يعني. انا دايما بقولها في كذا مقابله قلتها، انه دلوقتي انا بعتبر، زي ما شايفه، ان الممثل بقى موظف. الممثل بقى موظف، بيشتغل موظف ممثل علشان بيجي في الاخر هياخد الاجر بتاعه. رشدي اباظه كان لا مش كده خالص. الجيل بتاعه كله خالص يعني. رشدي كان بيحب التمثيل، بيعشق التمثيل، بيعشق التمثيل، فكان فنان، كان فنان. بس رشدي طبيعته وهو بيمثل كانه قاعد في البيت معانا، نفس القفشات بتاعته، نفس الضحكه بتاعته، نفس ايه، هو رشدي كان يعني. كان بيمارس دور الاخ اللي يعني اللي هو عايش حياته، لكن لما يجي اهل بيته واخواته البنات زي اي راجل شرقي بقى. صعيدي. صعيدي. خالص. لا رشدي كان يعني اولا كان بعيدنا خالص عن الوسط خالص، يعني بالنسبه للوسط الفني ده احنا بعيد عنه خالص. كان بيجي يقضي معانا الاجازه بتاعته، رشدي اخونا الشرقي اللي هو يعني يطبع، يبص كده اي حد مننا عمل حركه، وكان دايما يقول لنا كلمه لما نحب نعمل حركه وبتاع، يقول على فكره يا بنات انا ليه عينين في ظهري، يعني كان دايما يقولها لنا. لا كان شرقي يعني. وحضرتك نفس طريقه العصبيه هي والتعليم يعني. انا فاكر كنت ادخل عليه الاوضه مره واحده والباب مفتوح، يقول لي لا قبل ما تدخل الاوضه حتى لو الباب مفتوح خبط قبل ما تدخل. فكان يعني كان ليه حاجات كده، هو تعليمات صارم يعني. انا بهزر انا كده، لكن في صرامه في نفس الوقت. وعمرو رشدي علمني حاجه كويسه قوي، ان الواحد ما يتكبرش على حد يعني. يعني ما انساش ان مره في رمضان في اسكندريه جه فطر معانا، فانا عاوز اروح البلاج، فروحت البلاج، هو اضطر ان هو يجي معايا، فتلموا عليه اتلموا عليه بشكل، فانا اتضايقت، فقال لي ايه ده رحنا كنا ايس كريم، قال لي ايه ده دول الواد الصغيرين دول زيك تلعب معاهم زي وفعلا خلينا ننطلق مع لا فعلا. فهو كان شخصيه الحقيقيه. لا عمره ما كان متكبر ابدا، عمره ما كان متكبر، يعني كان كل اصحابه اساسا هو يمكن الوحيد اللي كان من صحابه وكان يعني مرتبطين قوي ببعض، اللي هو كان احمد رمزي. كانوا معدودين قوي، اما باقي الناس اللي هو ممكن يروح يتغدى معاهم ويقضي معاهم يوم، اللبيس بتاعه، مرات اللبيس بتاعه تبقى عامله له النهارده اكل، فرايح يتغدى عند عم حسين عشان مرات عم حسين عامله له الكوارع اللي بيحبها والقراقيش. والقراقيش يا اما قاعد مع الجبريه اللي هم بتوع الخيل. ايوه من هواياته الخيل. من هواياته طبعا الخيل، ويحب كان يعيش في وسط الناس دي صراحه يعني. أوي كان أوي. الاجازات بتاعته كلها او مفيش تصوير قاعد مع الناس دي الحقيقه، ما كانش يعني غاوي قوي اعداد الفنانين. دنجل وعم دنجل. مين بقى عم دنجل؟ اللي كان بتاع اكسسوار، بتاع الاكسسوار، وكان صديقه جدا. ومصطفى مو اللي هو بتاع الخناقات. يعني اللي هو كان بيعمل اللي هو اللي بيقول عليه بلير، مصمم معارك في السينما. يعني ايه سبب ان هو كان ميال الطبقه دي اكتر؟ يعني ده هو المفروض عيله الاباظيه، المفروض يبقى صلاته بالعائله مثلا ممكن تكون اكتر، وهل دي سمه مميزه في الاباظيه ولا هو بينفرد بيها؟ لا بصراحه احنا كلنا عندنا الحته دي. صح. بامانه احنا كلنا عندنا الحته دي، ان احنا ما عندناش حته التكبر دي. صح. ابدا يعني. صح. خالص
يعني احنا بنتعامل مع كل الناس، يعني انا في شغلي بتعامل مع كل الناس بمنتهى البساطة اللي في الدنيا، بحب الناس كلها، بحب الطبقة دي جدا، يعني بحس ان دي طبقة يعني عارفة اللي هم ما فيش فيهم يعني ناس على طبيعتها. أيوه. فانت بتحب تعيشي مع الناس اللي على طبيعتهم. فرشدي أيوه. كان نفس الحكاية، ابويا كان نفس الحكاية، واحنا عيلة على طبيعتنا، كلنا أيوة. احنا على كلنا طبيعتنا على بصراحة، طبيعتنا. يعني انا عندي طبعا بسطين. اسئلة كتيرة ومواضيع احنا لسه ما بدأناش، ورغم كده انا هخرج لفاصل بدعوكم ليه وبدعو السادة المشاهدين ونستكمل بعديه على طول. الشخصية اللي بيأديها رشدي أباظة بحس ان هو نفس الشخصية بالظبط، يعني راكبة عليه تمثيل، يعني تحس ان هو طالع من القلب يعني مثلا، او مش مثلا يعني متفزع. رشدي ممثل موهوب يعني، كان المفروض يبقى عالمي يعني، ما قلش عن انطوني كوين والناس القديمة دي. رشدي أباظة راجل كان ممثل، اللهم صل على ممثل عالمي. رشدي أباظة ده ملك السيما هو وفريد شوقي، حتى الممثلين مثلوا معاه زمان كله بيقول ان هو يعني كمة الرجولة كلها. الإصرار ان هو أصر وبقى ما شاء الله من أنجح الممثلين اللي موجود في عصره. الفاز له طلة لغاية النهاردة على الشاشة. يعني زوجات رشدي أباظة الفنانات كان في ليهم علاقة بالعائلة، أو كان واحدة منهم مثلا مرتبطة بالعائلة أكتر؟ هي طبعا اللي كنا مرتبطين بها أوي قبل ما يتجوز سامية كانت مامة اسمه اللي هي الإنجليزية بوب، اللي هو اتجوزها وخلف منها اسمه. طبعا دي كنا مرتبطين بها أوي، بما إنها هي بقت عملوا الأسرة بيها رشدي إنه جاب اسمه، فكان ارتباطها بينا كويس أوي أوي أوي. وبعدين طبعا بعد ما حصل الانفصال هو ارتبط بسامية. سامية كانت قريبة جدا مننا برضو، كانت على طول معنا، وسامية كانت ليدي. كانت ليدي، كانت ليدي يعني يمكن أطول زيجة لرشدي أباظة. أطول كمان زيجة طبعا لرشدي أباظة. وكان بتميزها إيه الزيجة دي؟ يعني كان في حب فعلا متبادل أيوة، هو كان حبها وهي حبته جدا جدا، وهي كانت ست ذكية جدا منتهى الذكاء اللي في الدنيا. يعني كانت يعني انا في اعداد كتير جدا كانت تبقى طنسامية موجوده وقاعدين كلنا، بمجرد رشدي ما يبص بصه احنا نلاقي ساميه قامت عملت حركه او جابت حاجه بمجرد البصه اللي رشدي بصها لها. ذكيه صراحه يعني، وهي كانت بتحب رشدي وحافظت عليه قوي، وقعدت فتره كبيره اسمت معاهم، يعني اسمت برضو تربت فتره كبيره مع ساميه. ايوه. بعد ما انفصل عن مامتها عن بوب وسافرت بوب راحت انجلترا، فاسمت قعدت ما بيننا في البيت وما بين ساميه. رغم الانفصال اللي حصل بين والده حضرتك استاذ طاهر وبين رشدي أباظة، لما عرفت بمرضه ونبأ وفاته كان ليه وقع عليك غير اي حد؟ طبعا عادي يعني بيصعب. وانا كنت عم رشدي كان بيبعت لي دايما العربيه من قبل حتى ما يتجوز والدتي، كنت بقضي معاه ايام ساعات في اوتيل كان هو بينزل فيه. ولما حصلت الوفاه انا فاكر الصبح ولقيت جو البيت مش طبيعي، فمرات خالي الله يرحمها قالت لي عم رشدي مات. انا عيطت لو اني كنت طفل، بكيت عليه لان انا كنت بحبه قوي لانه كان حنين قوي عليا. ف طبعا كان لها وقع علي. فالله
الله يرحمه ياسر. الله يرحمه. كان إنسان ونقول إنك اتعلمت منه طبعا حاجات في الطفولة، حاجات كتير هي اللي باقية معاك. حاجات في الطفولة طبعا. طبعا يعني كان هو كان لطيف مع كل الناس، مع المعجبين بتوعه كان لطيف. أنا فاكر مرة تلموا عليه في حلوان، لموا عليه ناس كتيرة قوي وهو كان تعبان، فبصل لهم من الشباك قال لهم يعني أنا بحبكم جدا ومبسوط قوي إن أنتوا موجودين وكده، بس أنا تعبان فأرجوك. ففعلا الناس حيته ومشي فعلا. يعني وكمان أنا عاوز أتكلم على فرح طنط منيرة كمان، لأنه كان تجمع جامد جدا لكل العيلة. كان تجمع جامد جدا، ولسه بقول لحضرتك أنا عندي صور للفرح بتاع حضرتك وهو متصور. رقص رشدي أباظة كان من القلائل اللي بيعرفوا يرقصوا بلدي بالعصايه. هي طنط منيرة بقى رقص يعني مشهور رقص احسن ما رقص بالعصايه. مش اي حد يمسك العصايه. لا طبعا كان بيمسكها الحقيقه بيرقص رقص يعني تقعدي تتفرجي عليه يعني تبقي يعني منسجمه وبصه يعني رقص شيك بالعصايه. يعني تحسي حد راقي كده بيرقص بالعصايه، بس كان بيرقص بالعصايه. كانت ودنه كانت ودنه موسيقيه. العصايه كان فظيع يعني. بما اننا بنتكلم في الفن، بنتكلم عن رشدي أباظة، في ايضا الفنان فكري أباظة. فكري حبيبي من الاشقاء برضو يعني ده اخويا الصغير فكري، واشتغل برضو في التمثيل شويه. صحيح ما كانش ليه الحظ بتاع رشدي، وعدد الافلام اللي عملها كانت مش كتيره، وعمل كم مسلسل. كان الفن هي مهنته الاساسيه. لانه خريج، هو خريج فنون مسرحيه. خريج فنون مسرحيه، في حين ان رشدي أباظة الله يرحمه ما درس يمكن زي فكري. هو ما كملش التعليم يعني هو بيتكلم خمس لغات رشدي أباظة مثقف وكله، لكن كتعليم بقى وشهاده يعني هو ما كملش يعني التعليم، ولحد ما دخلش مثلا. هو كان المفروض ان هو اشتغل قبل ما يخش في التمثيل، اشتغل فترة في شركة طيران، اشتغل فترة بس سابها علشان التمثيل. بس فكري ما خدش حظه حبيبي في التمثيل. بس فكري كانت شخصية كمان خطيرة، شخصية غير طبعا. يعني شوفي مختلف تماما بقى عن التمثيل. يعني شوف احنا بنقول ايه، بنقول رشدي بتشوفيه بيمثل هو رشدي في حياته، فكري بيمثل غير حياته. حياته مختلفة تماما، شخصية ظريفة جدا جدا جدا، شخصية زي ما بنقول برضو قريب جدا جدا من الناس من الناس اللي هي برضو زي ما بنتكلم يعني برضو يحب الناس البسيطة ويعيش مع الناس البسيطة. نفس الشخصية بتاعت رشدي، نفس شخصية رشدي، أو بالأصح شخصيتنا كلنا. إيه علاقته كانت برشدي أباظة، ولا كان في فرق سن ما يخليش إن العلاقة كانت ممتدة قوي؟ لا كان صاحبه جدا، كان صاحبه جدا يعني بالعكس. يعني قعد فتره كبيره رشدي كان مرتبط فكري برشدي، وكان ما بيسيبوش، ما كانش بيسيبه لحظه. كان رايه ايه في التمثيل، ان اخوه يروح للتمثيل، حد من اخواته كان بيشجع ولا لا؟ بالنسبه طبعا للبنات لا، ما فيش تشجيع خالص نهائي. يعني يمكن مره فكر لما كنت عايزه اخش الجامعه، فكان الحاجه الوحيده اللي عرضها عليا رشدي، وهي مره قال لي ايه رايك ما تخش تعملي سيناريو، يعني تاخدي تعملي سيناريست يعني. وكده ما دخلتش طبعا، يعني دي الحاجه الوحيده اللي قالها لي ممكن جايه ناحيه الفن شويه، بس ما دخلتهاش يعني، دخلت حاجه تانية. بس بالنسبه لفكري لا، ما منحش خالص ان فكري يخش التمثيل. وعمل معاه فيلم اللي هو البنات لازم تتجوز، يعني ده فيلم اول فيلم عمله مع فكري، وعمل اللي هو البنات لازم تتجوز. الاقوياء، وعمل الاقوياء اللي هو اخر فيلم مثله. كان مع انكل فكري، كان مع فكري برضه، كانوا بيلعبوا طاوله مع بعض. كانوا بيلعبوا طاوله مع بعض، بس كان صاحبه قوي. يعني كان صاحبه لما كبر بقى فكري شويه، لا ابتدى على طول يبقى معاه. وانا بتكلم عن العائله الأباظيه، على قد عددها الا انها محافظه على اسمها، محافظه على كيانها. عرفت منك معلومة أستاذ طاهر إن في جمعية النشأة الأباظية معمولة في العيلة، ولا زالت، ونشاطها غريب جدا على إنه يكون موجه للعيلة فقط. يعني كتير من أنشطتها موجهة للعيلة فقط. هي جمعية النشأة الأباظية من سنة 1900، وهي غرضها إن هي تقرب أفراد العيلة من بعض،
وتضم شباب العيلة عشان الأجيال تعرف بعض. هو في طبعا مجلس الكبار اللي هو فوق 60 سنة، وفي مجلس الشباب اللي هو يعني حضرتك تقولي من 16 17 سنة لغاية حاجة و40 سنة. مجلس الشباب ده بيبقى مجموعة بيعملوا نشاطات، يعني عندنا بيعملوا نشاطات، رحلات، صندوق تكافل، بنساعد بعض. تكافل لأفراد الأسرة، لأن الأسرة مش كل فرد في الأسرة الأباظية ميسور ماديا. لا وبنساعد طبعا. وبنساعد بعض كعيلة. يعني كان في فريق كورة للعيلة الأباظية، في مجلات بتصدر، في مجلة بتصدر مجلات للعائلة الأباظية باسم العيلة، وكان في فريق تمثيل، وكان في فريق تمثيل بتاع العيلة، وكان المخرج بتاعه عثمان أباظة المرحوم. المخرج عثمان أباظة كان مخرج إذاعي كبير، وكان ماسك ركن الريف في الإذاعة المصرية. وكان بيخرج للعيلة منهم مثلا روايات عيسى باشا أباظة العباسة، روايات شعرية، روايات شعرية، وحتة من مسرح الريحاني، فصل من مسرح الريحاني. وكان الممثلين من العيلة، بس كانوا بيستعينوا بممثلات من خارج العيلة. أي. يعني مثلت معاهم فردوس حسن وأمينة رزق، ومثلوا معاهم. أي. وفي حكاية لطيفة قوي، كان في بداية عمرو رشدي، في بداية صعوده في السينما، فجابوه يمثل معاهم، فكان شاعر. فكان عثمان أباظة الله يرحمه كان شديد مع الشباب، بيزعق لهم يعني، فكل ما عمرو رشدي يقول شعر يقول غلط يزعق له. فقال له بص يا عمي عشان ما تقولوش ان انا يعني بقى عشان مثلت وبتاع اشتغل معاكم اي حاجه الشعر. اشتغل معاكم اي، اشتغل اداره مسرحيه، البس الناس وبتاع وكده هو. ففعلا في حفل التمثيل كانوا بيمثلوا في قاعه ايورت، في حفل التمثيل ما هم بقى هم قرايبه، فابتدوا بقى ايه، رشدي اعدل لي العمه، رشدي حط لي الشنب، رشدي اعدل لي السيف. قال بصوا لو التمثيل كده انا مش عاوز امثل ولا عاوز طلعت عيني ولا عايز اعلمك مش جاي العيله بقى. فكان في فريق تمثيل في العيله. ايوه. وزي ما قلت لحضرتك فريق كوره، وفريق الكوره انا عاصرته، كنت الجول كيبر بتاع فريق العيله، انا عاصرت فريق الكوره ما عاصرتش فريق التمثيل. ايوه. فكان فريق كوره وبيلاعب بفرق ويعملوا يوم رياضي مع فرق تانية، وعلى ما اظن مره لعبوا الاهلي ومره لعبوا نادي حرس الحدود يعني. أيوة. وفي ورحلات، والمجله اللي بيكتبها من ليلى كان المرحوم ثروت أباظة وعزيز أباظة وشيخ الصحفيين فكري أباظة يعني احنا لما بنتكلم عن اللي بيحرر المجله الأباظية، العيلة نفسها اصل هي بتوزع داخل العيلة. أي. يعني بتتوسع مش 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 ودي مش حاجة بتنفرد بيها عيلة الأباظية. يعني انا اللي بسمعه ده كنشاط داخل عائلة، ان يكون في كم وبعدين بنعمل ده مش موجود في عائلة اخرى يعني. وبنعمل حفلات وفي رمضان نعمل سحور. صح. صح. ونعمل مثلا فطار يجتمعوا كل الأباظية. كل الأباظية بمعنى ايه؟ بمعنى كل فرد في الأباظية فعلا. طبعا بنبعت لكل الناس. صح. يعني كتير جدا جدا، الا ما بيقدرش يجي لاي سبب يعتذر، بس بتبقى مجموعه كبيره جدا جدا من العيله. صح. موجوده برضو زي ما طاهر قال علشان نقرب الصغيرين من بعض. صح. انت عارفه برضو الدنيا اتفرقت والشغل ما هو ده. الأباظية لما نتكلم عنها بنتكلم على تاريخ قديم. بالظبط. بنقول بشوات من ايام الدوله العثمانيه مثلا. بالزبط. احنا مش بنتكلم على العصر الحديث خالص. احنا بنتكلم على كم من البشوات. بنتكلم على وجيه أباظة وعبد الرحمن أباظة اللي حارب في المقاومه ضد نابليون بونابارت. وبنتكلم على وجيه ثروت أباظة. ثروت أباظة بنتكلم على كم اسماء. وعايز أباظة وعايز أباظة لكن الجيل الجديد اللي انا عايز فكري باشا أباظة وعايز باشا يعني كان اسطوره. وعلى فكره يعني اول واحد ياخد لقب البشويه كان السيد باشا أباظة. خدها في عهد الوالي سعيد باشا. وبالمناسبه يعني بيقولوا الأباظية مش عارف ارستقراطيه وما اعرفش ايه، الوالي سعيد باشا قال لما اردنا ان نجرب البشويه لاولاد الفلاحين اعطيناها للسيد باشا أباظة. يعني انتوا بتحسبوا على انكم فلاحين. طبعا لان هو في عصر محمد علي الأباظية تمركزوا في الشرقيه، فمحمد علي خير رؤوس العيله او كبار العيله يتعاملوا معامله الفلاحين ويتملكوا اراضي، ولا يتعاملوا معامله المماليك ويتظام الالتزام بقى وكده وما يتملكوش اراضي، فاختاروا يتعاملوا معامله الفلاحين.
وتملكوا حوالي 1000 فدان في محافظة الشرقية. وانتوا ليكوا شعبية مختلفة تمام في الشرقية، انتوا ليكوا قاعدة. لينا قاعدة عريضة، لينا قاعدة عريضة، وتلاقي الأباظية برضو في عندنا دول بتوع كفر أباظة، دول بتوع ربع عمانية. يعني مجموعة كده، احنا كفر أباظة، اما نقعد بقى احنا كفر أباظة انت قريبتي، دول بتوع ربع عمانية انت قريبتي، فتلاقيهم كفر أباظة ربع عمانية من القمح فيها شوية. يعني انتوا كل فريق مع بعض، مع بعض، بس دول من ربع عمانية، دول من كفر أباظة. احنا فروع من قرى في في محافظة الشرقية، يعني زي ما قالت منية، كفر أباظة، الربعماية، طهرة، غزالة، الجزيرة، بالبئ، وهكذا. يعني احنا فروع. حاولتوا تعدوا الرقم وصل لكام في الأباظية، رقم عدد العيلة؟ طاهر انت اللي شغال في الشجرة. انا عضو في جمعية البقاء. انت اللي شغال في الشجرة. يعني طبعا احنا يعني عدد كبير قوي، لا بالظبط كام، لكن احنا عدد كبير جدا. بس هو الميزه لغايه دلوقتي ان في ترابط في العيله، يعني لغايه دلوقتي صحيح طبعا الحياه اختلفت عن زمان، طبعا الاجيال الجديده مختلفه طبعا طبعا، يعني بس ده اللي انا عايز اتكلم بس فيه، بس لا لازال عندنا ترابط جامد جدا في العيله، وبيظهر جامد قوي لا قدر الله في وقت الوفيات او حاجه كده. هو يعني يمكن في الافراح بتبقى ناس ممكن تعتذر، ممكن بس في الوفيات بعيد عننا، يعني اللي ما بتشوفوش تشوفيه. والانتخابات طبعا، الانتخابات طبعا. بس على فكره احنا بنتكلم على أباظية وما اتكلمناش عن العدس الاباظي. ايوه منيره بقى لازم تتكلم عن العدس الاباظي. العدس الاباظي دي اكله احنا مشهورين بيها. بس اقول لك حاجه، ما انا لا يمكن نديها صح لان دي بنورثها لبعض، لازم نديها غلط لاي حد يطلبها. يعني ده في سر معين ولا يمكن، يعني لو قلت لي دلوقتي ده من اسرار يعني الخطيره فعلا ده سر من اسرار العيله. لا يمكن يعني انا كذا حد، طب قولي لنا، هقول لهم هقولها لكم، يعملوها مش هي يا طنط او مش هي يا منير، اقول لهم ما في حاجه ناقصه. طب قولنا يعني السيب. الغريبه ان حتى الاكلات بتتسمى باسم الأباظية ومش وما نديهاش لحد. يعني انا مره شاف اكلات كمان انتوا بتنزلوا مره شاف كنا فجي شاف قال لي يا مادام منيرة قولي لنا بقى والنبي العدس الأباظي بتعمل ايه. قلت له يعني هتعرف تعمله؟ قال لي طب بس قولي لي. اديتها له بس طبعا نقصت منها. ما فيش تاني يوم قال لي ايه، رايحه انا كنت انا وجوزي يعني رايحين عشان نتغدى، قال لي عملت العدس الأباظي. قلت له هاته. طبعا بصيت له كده، قلت له شيله مش هو. قلت له ده لا يموت للسر. انت يا مدام منيره بقصتي لي حاجه؟ قلت له يعني هقول لك السر. السر ده احنا متورثين ما نقولش السر. وراثه ما نقولوش لحد. صح ده حقيقي، ده حقيقي ولا يمكن. إذا كنا بنتكلم على الأباظية فلا نتكلم على العدس. لا أنا بس والله أبدا لا لازم نتكلم على العدس تاني. أنا مش هسأل. أنا كنت لا سوري بتأسف، بس كنت عاوز أضيف حاجة بس، إن هو عدس بالفراخ. ده اللي بيميز العدس الأباظي. عدس بالفراخ، وطبعا شكله ما يبانش عدس أساسا، مش أصفر يعني. أيوه مش دعوة بالصفار خالص. واللي بياكله من خارج العيلة بيتعب قوي، لازم يكون واخد حصانة. ده من كتر ما هو تقيل يعني من خارج العائله الأباظية بيتعب. لازم ينام بعدها نوم. لازم حصانه. لازم حصانه يومين بعدها نوم. طب عائله يعني فعلا غريبه، يعني من العدس الأباظي اللي الفن ورشدي أباظة وفكري أباظة للسياسه، وكان عندنا احمد أباظة ومحمد أباظة فنانين. احمد أباظة ومحمد أباظة فنانين، وكان في كمان اكمل أباظة. يعني اكمل أباظة كان هيبقى موفي ستار. عمل فيلم المتهمه. ايوه صح. مع اسيا ما كملش. لا يعني طلع، هو طلع بطل الفيلم. الكلام ده في اواخر الثلاثينات، لما جده سمع ان هو مثل كانت مصيبه، كانت بيته في العربيه. ما زي ابي رشدي. بيته في العربيه وبعته على البلد، ومن بعديها ما مثلش. وفيلم المتهمه اللي هو تعاد بعد كده بتاع شاديه وعباد حمدي، المراه المجهوله. طيب اشمعنى رشدي أباظة اللي قدر يكمل؟ عشان تحدى العيله كلها. تحدى العيله تحدى. هو طبعا كان بالنسبه لنا اول ما قال هيمثل برضو زي ما قال طاهر على اكمل، كان بالنسبه لنا رفض بات يعني، وبشاه بابا من البيت. يعني بابا قال له ما فيش حاجه عندنا حاجه تمثل ده ايه يعني، مشخصات يعني، كان زمان ده مشخصات يقولوا عليه. ففعلا مشي وقعد فتره كبيره عقبال ما ردي بقى، ولأنه فعلا مميز في المجال. ابتدى الفن يبقى فيه فنانين، ابتدت العيلة تتدخل، ورشدي وما ينفعش ومش عارفة ايه. وكان بابا كبر شوية واحنا كبرنا شوية، فرجع بقى، حصل بقى انه بابا تقبل
ورجع في وسطنا تاني. أيوة. وبعد كده كل الأباظية الوقت فخورين برشدي أباظة. طبعا ده مصر، ده العالم العربي بقى مصر ده يعني انت بتتكلم في ايه. وبالعدس الأباظي برضو فخورين بيه جدا. الا العدس بس هدوقهولك، اوعى تنسوا هدوقهولك بس مش هقول لك العدس. انا واخدت بالك انت ان انا هدوقهولك برجع لموضوع العدس برضو. لا انا مش عايز اعرف ازاي، مش هاكلهولك بس انا مع ان انتوا تحتفظوا بالسر تماما يعني. هاكلهولك بس. انا بس عايزه اقول ان الأباظية من السمات اللي بتتصف بيها تعدد المجالات، وليكوا حد لازم يكون حاطط بصمته في كل مجال ونجح فيه. معروف عنكم ان انتوا اصحاب اراضي والمفروض يعني طبقه معينه، لكن في نفس الوقت لو هنتكلم على تاريخ المقاومة الوطنية، عبد الرحمن أباظة الوطني في من الضباط الأحرار، وجيه أباظة الله يرحمه طبعا. يعني إزاي التناقض ده؟ لا هو طول عمر الأباظية احنا يعني إزاي في التاريخ في الأفراد يعني فرد كده وفرد. هو حضرتك في الأول فعلا وفي تاريخ الجبرتي، الجبرتي ذاكر عبد الرحمن أباظة من ضمن الناس اللي قاوموا نابليون واتسجن، واضطر يفرج عنه بعد كده لأنه خاف من مقاومة البدو، مش بس عبد الرحمن أباظة، مقاومة البدو كلهم وأفرج عنهم نابليون. في عصر محمد علي برضو الأباظية كان ليهم دور في السياسة، وأول ناس من الأباظية ومنهم جدة طنط منيرة الكبير كان في المجلس العالي عند في محمد علي. ولو جينا بعد كده في الثورة العربية كان في سليمان باشا أباظة وقف مع عرابي في الثورة العربية ضد الإنجليز، وبعد كده في إسماعيل باشا أباظة اللي وقف ورفض مد امتياز قناة السويس في العشرينات لما الإنجليز كانوا عاوزين يمدوا امتياز قناة السويس 99 سنة كمان، فوقف في البرلمان ويمكن وقف ضد الملك فؤاد نفسه ان هو رفض امتياز مد امتياز قناه السويس، وفعلا يعني توافق على الكلام اللي هو قاله. ايوه. وبعد اسماعيل باشا أباظة كمان كان يعني كان في سوقي باشا أباظة من الناس اللي قاوموا الانجليز في ثوره 19. أيوة. وطبع منشورات على حسابه لمقاومه الانجليز في ثوره 19، وفي الناس اللي عملوا اللي شاركوا في مظاهرات بعد حادثه دنشوية ضد الانجليز، ومنهم طبعا كمان المرحوم وجيه أباظة عمنا كلنا طبعا، كان وقف مع الضباط الأحرار ضد الإنجليز وضد وكان رجل من رجال الثور. وحتى لما الرئيس جمال عبد الناصر كانوا في مجلس قادة الثورة وسمعوا الطيارات أزيز الطيارات من فوق، فجمال عبد الناصر قال لمجلس قادة الثورة وجيه أباظة يعلن قيام الثورة في الجو. فاحنا عيله وطنيه يعني الأباظية طول عمرهم عيله وطنيه ومنتمين لمصر جدا جدا. بعيد عن الانجازات في مختلف المجالات اللي بتتميز بيها عيله أباظة وغير العدس الأباظي ادي العدس هاكلهولك اللي بيميزكوا حاجه انا شايفاها ولغايه الجيل بتاعك، انا ما اعرفش بصراحه المعلومات بقى عن الاجيال الجديده، لكن تقديس قيمه العمل، قيمه العمل حتى لو مش محتاجه. صح صح. يعني حضرتك بتشتغل لغايه دلوقتي؟ انا بشتغل ما زلت لحد دلوقتي، وانا ممكن اقعد في البيت في منتهى البساطه، يعني اقعد في البيت مش محتاجه للشغل، بس انا بحب اشتغل. وانا دايما بقول حتى للشباب، يعني لما بلاقي شاب متكاسل او شاب مش بيعترض على مش عارفه ايه على ايه، بقول له يا ابني الشغل بيدي لك طاقه ايجابيه، الشغل بيخليك تحس انك انت بني ادم. انا بعتبر نفسي طول ما انا موجوده وطول ما انا لسه بصحتي وطول ما انا قادره ادي، لا بدي وبدي بالجامد. يعني انا يعني بدي في شغلي، لما بشتغل ما بحسش ان انا بشتغل للشركه اللي انا بشتغل فيها مثلا. أوكي. لا ده انا عايزه بعتبرها شركتي. قيمه طبعا. العمل اتعلمت من طنط منيرة حاجات كتير، حافظ على اتعلمت منها طموحها كتير طبعا. أيوه. طبعا انه محدش ممكن. انا كنت عاوز بس فضل. اضيف حاجه، ان الضباط الاحرار كان فيهم كمان المرحوم اللي هو عمر أباظة والمرحوم اللي هو شريف أباظة. أيوة. اللي كان فيه ثلاثة أباظية في الضباط الأحرار. أيوة. إيه أنا بهنيك على كم المعلومات على دراستك كدا. لتاريخ العيلة. مش معقول يعني. برضو نذكر العيلة
وما نذكرش المرحوم ماهر أباظة وزير الكهرباء ماهر أباظة الأسبق ادى للوزارة للوزارة الحكومة ما زال لحد دلوقتي لحد دلوقتي الواحد لما يروح يعمل حاجة في الكهرباء الناس بتبص على انك انت قريب ماهر أباظة. طيب علاقتكم الشخصية بقى بهذه الأسماء يعني ثروت أباظة وجيه أباظة وماهر أباظة وثروت أباظة وثروت أباظة ما ذكرته وكيل مجلس الشورى هل في كانت علاقات شخصية؟ طبعا. طبعا. وتعامل هقول يعني هذه الاسماء والبشوات لما يجوا يتعاملوا جوه بيوتهم البروتوكولات واساليب التعامل لا. هل هي لا 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 بسيطه عاديه وكانت طنط منيره بتبقى موجوده والعيله موجوده وعلاقتنا مع بعض ما فيش بروتوكولات احنا العيله الاباظيه عيله من محافظه الشرقيه بالظبط كده الشرقية في الآخر احنا فلاحين من الشرقية ايوه وبعدين اي حد بيعوز اي حاجة بترفع التليفون على اي حد لسه هقول لحضرتك لسه بترفع التليفون على اي حد يعني في عندي مشكلة كذا في ثواني صح يعني هتتعمل يعني بعد ساعات انا في أباظية خاصة من الشباب الصغيرين في مجال شغلي في شركات كتير فبالصدفة ايه ده في فلان أباظة ارفع التليفون يمكن ما يعرفنيش انه شباب صغيرين يعني يا فلان انا على فكره طنط منيره أباظة طنط منيره أباظة امور يا طنط فتحسي انه ايه يعني حتى لو انت ما شفتيهوش ما عرفوش وما تعرفيهوش ما عرفوش بس بقول له انا منيره أباظة احنا ايوه على راي فكري باشا أباظة كان في انتخابات من الانتخابات فكان المرشح عميد العيله دلوقتي هو عمنا شامل أباظة فكان انتخابات شامل أباظة وعم رشدي حضر الانتخابات دي حضر مره انتخابات ونزل وراح وسافر قالوا له تعالى عشان الانتخابات كانت انتخابات شرسه قوي فحضروا في القعده في الصوان كان عم رشدي الله يرحمه عم ثروت الله يرحمه اولاد عمه اجد اولاد عم وجيه طبعا عم الدكتور مصطفى أباظة الله يرحمه كلهم الله يرحمه ربنا يديكم طول العمر ففكري أباظة وفكري باشا أباظة فقال للناخبين انتوا هتلاقوا في الفن رشدي أباظة في الادب ثروت أباظة في الصحه في الصحه طبعا دكتور عبد الحميد أباظة كمان وفي الصحافه انا فكري أباظة ده انتوا حتى لو رحتوا السجن هتلاقوا واحد أباظة يخدمكم والعيلة الأباظية على فكرة في المجالس النيابية من أول ما البرلمان اتعمل في مصر يعني على مراحل المجالس النيابية من أول ما البرلمان اتعمل وأباظية في البرلمان حتى في الستينات كان أنا سعيدة بيكوا جدا جدا يعني فعلا يعني ومتأكدة إن المشاهدين مهما يسمعوا انتوا دايما اصلا عندكم معلومات كتيره وكلها قيمه وكلها كلام حلو جدا بنتكلم في مختلف المجالات بنسترجع تاريخ مصر عن طريقكم ونتمنى الاجيال الجديده تبقى على نفس التماسك ونفس المستوى ويبقى التواصل ده مش هيتم على فكره غير مع التواصل بالجيل القديم بتاع العيله يعني وعمداء العيله بصراحه الواحد بيبقى انا بصراحه كل ما بشوف شباب بقعد اتكلم معاهم وبقعد يعني انا كاني مصلحه اجتماعيه في شغلي وبره شغلي ومع الناس أي حد بالعيله من الشباب بيحبوا جدا يقعدوا مع طنط منيره يا حبيبي يا حبيبي واحنا حبينا القعده جدا مع استاذه منيره مع حضرتك استاذ طاهر استمتعنا جدا بهذا اللقاء بنشكر مشاهدينا أيضا على متابعتهم لينا وإلى لقاء آخر حلقة جديدة ولقاء مع أسرة مصرية وبيت العيلة.